بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. كل اصحابي اللي بيشوفوني في بيت اجايه ماريا ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا خالص. النهارده قلنا نعمل فكره حلوه للبنوتات اللي معانا، وكل اللي هينفذها يا ريت يعملها ويبعتها لنا. هجيب غطا بتاع اي بيبسي كاكولا اي حاجه، وخيط او انا جبت دبار كان عندي، ممكن دبار او خيط او اي حاجه. ودي كانت تكاية قديمة كده بايظة، وده عندك لولي عندك خرز وحتة كرتونة. تمام، هبدأ اعمل ايه؟ هجيب الخيط ده واجيب مسدس الشمع بتاعي واجي احط نقطة كده وابدأ اعمل كده. ابدأ اثبت اول طرف للخيط وابدأ احط ايه كتير خالص كده زي ما احنا شايفين، وابدأ الف الخيط ده كده. طب انا لو مش ما عنديش مسدس شمع ممكن باي مادة بتلزق، لو غير ابيض شفاف اي مادة لزق شفافة ممكن نعمل. ونبدأ نلف كده، نفضل كده احنا وصلنا اهي. بعدين هنلف حواليها كده، هحط شمع برضو بعد ما وصلنا انها بقت كده. هجيب اي كرتونة عندي وهقوم عاملة الطرف بتاعها كده كويس، واقوم حاطة كده في النص. تمام، وهجيب المقص بتاعي اعمل دايرة كبيرة شوية. هستنى دي اكبر شوية، احنا ممكن نرسمها الاول. تمام، هبدأ اعمل ايه؟ هجيب مسدس الشمع واحط سايرين داير وابدأ الف الخيط بتاعي كده. احط شمع تاني كده، لفناها للاخر وده الشكل اللي بقى معانا. هقطع الزيادات كده والزق الطرف كويس، واجيب بقى التكتيكة دي اللي معانا ونلزقها كده كده، ونقوم لازقين دي كده بالشكل ده. عايزة ازوقها هجيب معايا لولي اي حاجة عندنا، ممكن نحطها سايرين داير كده كده. نحط شمع ونلف سايرين داير
كده معانا توكة نقدر نستخدمها كده. ممكن نفس التوكة دي نكبر الطاقية شوية، نكبر الغطا ونحطها في طوق، وممكن نحط لها فيونكة من فوق. ممكن نعمل منها اشكال كتير. يا رب تكون عجبتكم. مستنية كل الافكار الحلوة بتاعتكم على بيت اجية ماريا. باي باي يا صحابي.